موجز الأهم الأخبار من قناة ليبيا الحدث، أهلا بكم. بحث القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي سيريل رامافوزا. بحث أهم القضايا على الساحة الليبية ومكافحة الإرهابي، تدخلات تركيا في الشأن الليبي وإرسال الآلاف المرتزقة الأجانب والإرهابيين من شمال سوريا إلى غرب البلاد ما يهدد المنطقة ويغذي الإرهاب والتطرف. كما ناقش المشير خليفة حفتر مع رامافوزا دور الاتحاد الأفريقي في رعاية العملية السياسية والتأكيد على دعم حوار الليبي بعيدا عن الأطراف الداعمة للإرهاب لضمان إرساء قواعد السلام والأمن في ليبيا والقارة الأفريقية بالإضافة إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع نظيره المغربي لحبيب المالكي بمقر مجلس النواب المغربي في العاصمة المغربية الرباط تداعيات الأزمة الليبية على المنطقة وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وأوضح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن المباحثات تضمنت المبادرة التي قدمها المستشار صالح لإنهاء الأزمة الليبية وإعلان القاهرة الذي يفضي لإنهاء حالة الانقسام وفقا لمخرجات مؤتمر برلين، مشيرا إلى أن المستشار صالح ونظيره المغربي وقع اتفاقا بين المجلسين للتعاون البرلماني في شتى المجالات. خرجت الكتيبة 155 مشاة دفعة جديدة من جنود القوات المسلحة في إطار استمرار بناء المؤسسة العسكرية. تخلل الاحتفال عروضا عسكرية للخريجين والفرق الموسيقية العسكرية بالإضافة إلى عروض الجنود من الفنون القتالية والضباط وسط جمع من أهالي الخريجين والضباط بالمؤسسة العسكرية. هذا وكان الجيش الوطني قد احتفل هذا الشهر بتخريج الدفعة 52 من الكلية العسكرية ودفعة 27 من الكلية البحرية في حضور القائد العام المشير خليفة حفتر ورؤساء الأركان العامة ومدراء الإدارات بالجيش الوطني. أعلنت القوات المسلحة المصرية بدأ إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي لأفرادها على حدود البلاد الغربية مع ليبيا. أوضح رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد أن إجراءات الاصطفاف والاستعداد القتالي تأتي في إطار خطة القيادة العامة لمتابعة التدابير والإجراءات المشددة لحماية حدود الدولة وأمنها القومي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية برا وبحرا وجوا، وبالتعاون بين جميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة. أكدت الشركة العامة للكهرباء أن الميليشيات تواصل التهجم على محطات ومراكز تحكم الكهرباء وإرجاعها بالقوة على مناطقهم ومدنهم. ونشرت الشركة على صفحة رسمية على فيسبوك أن نتيجة فوضى الميليشيات فقد حدث إطفاء عام على الجناحين الغربي والجنوبي بالشبكة الكهربائية مرة أخرى. هذا فيما قامت ميليشيا تتبع لعلي ساسي المقال من منصب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في طرابلس للدخول إلى محطات الأحمال بقوة وإعادة الكهرباء على مناطقها. ختام الموجز مشاهدينا، والمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب تليجرام، وبإمكانكم أيضا تحميل تطبيق ليبيا الحدث عبر هواتفكم المحمولة. كما يمكنكم أيضا متابعة البث الحي والمباشر عبر الموقع الرسمي للقناة ليبيا الحدث .net. شكرا مشاهدينا لطيب المتابعة، في أمان الله.